لقد اكتشفت مع الأيام أنه ما من فعل مغاير للأخلاق وما من جريمة بحق المجتمع إلا ولليهود يد فيها. حقا إن اليهود هم أسياد الكلام وأسياد الكذب. الرائحة التي تنبعث من أبدان اليهود تنم عن العداء المستحكم بينهم وبين الماء والصابون. العالم على سعته يضيق بالشعوب الضعيفة. القوة لا تكمن في الدفاع ولكن في الهجوم. أقاويل اتقالت على لسان واحد من أبشع الشخصيات اللي مرت على التاريخ الحديث، رجل أرهب العالم بكلمات كلها أحقاد أظهرت سواد قلبه وشخصيته الغير سوية وعداؤه لكل من يعادي أفكاره السيكوباتية، فكان هو المسؤول عن بداية الحرب العالمية الثانية ووفاة الملايين من الناس. شخصية مهمة امتلكت تكوين غريب وفريد من نوعه أثارت الجدل حواليه حتى بعد رحيله، ورغم كل التصورات لشخصيته اللي تميزت بالقوة والعنف إلا إنه كان شخصية عندها ميول فنية، فكانت موهبة الرسم اللي طغت عليه هي الركن الوحيد اللي بتدل على إنه شخصية حالمة ورقيقة. ولكن على عكس كل التوقعات كانت موهبته أيضا فيها نوع من الغموض والتفكير العميق اللي بيظهر من مهندس معماري مش فنان بيحمل موهبة راقية بتقود للسلام الداخلي. شخصية غير سوية بالمرة ومليانة بالتناقضات اللي حيرت الأطباء النفسيين وأطباء لغة الجسد في تفسير دواخلها حتى لحظاتها الأخيرة، والحد النهاردة بتتعدد وبتختلف الآراء فيها. صديق المشاهد، لو عاوز تعرف أكتر عن ازدواجية شخصية هتلر وتكتشف بنفسك هو ازاي كان شخصية سيكوباتية بكل ما تعنيه الكلمة، يبقى لازم تتابع معانا الفيديو للآخر. بس قبل ما نبدأ حلقتنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. أيها المواطنون، مبدئيا كده يا صديقي، أدولف هتلر النمساوي الأصل بيعتبر شخصية ازدواجية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. مش بس كده، تقريبا هو نفسه ما كانش فاهم نفسه ولا عارف هو عايز ايه. حتى الأطباء النفسيين بعد ما وضعوه تحت الملاحظة علشان يفهموا شخصيته المعقدة ما قدروش يتفقوا على وصفها. فعلى الرغم من إن شكلها ما يقولش إنها شخصية ذات أهمية، إلا إنه استطاعوا بجدارة على المستوى السياسي إنه يبهر الناس بشخصيته. أما على المستوى الشخصي فهو كان شخصية محبطة ويتنبأ لها بالفشل في كل مراحل حياته. فمن وهو صغير كان كاره للتعليم وساخط على وضعه الاجتماعي في البيت لأن والده كان شديد قوي وما كانش بيسمح له بالخطأ. وعلى النقيض فكان الطفل المدلل عند والدته اللي بسبب ليونتها معاه بقت شخصية متناقضة جدا وبقى عنده اضطراب نفسي. ده غير ان في اطباء وصفوه بانه كان عنده انفصام في الشخصية. ايوة زي ما سمعت كده، وده لانه كان بيبقى سعيد وفجأة يغضب ويصرخ من غير اسباب، وده خلى بعض الاطباء يشكوا في ان تكوينه الذكوري اقل بكتير من تكوينه الانثوي. والحقيقة ان ده كان بيظهر في مواقف كتير جدا، منها طبيعته المزاجية المتقلبة زي كل النساء، وكأن هرموناته الانثوية هي اللي بتتحكم في انفعالاته. وطبعا وقوفه في الموكب اللي كان بيستمر لمدة 5 ساعات وهو رافع ايده، فالاطباء وصفوه بانه صبر مش طبيعي وما يقدرش عليه الا النساء. حتى طريقة تصفيفه لشعره واهتمامه بيه ومواقف تانية كتير زي علاقاته بالجنس الاخر اللي ما كانش بيقرب منهم تقريبا. فهتلاقي ان علاقاته كانت محدودة، وبيقال ان علاقته بزوجته ما استمرتش لانه مش بالذكورة الكاملة للتعامل معها كزوجة. وبيقال ان وقت انتحاره انتحرت معاه امرأة وكانت عشيقته، والبعض بيقول انها زوجته. والغريب ان وصف ملامحه مع جسده الاطباء بيأكدوا انه جسد اقرب للانثى، وان مفيش راجل بالتقسيمه دي من جسمه. وصاحب الشخصيه المنقسمه دي بيكون متناقض جدا بين تفكيره وشعوره زي ما قال الاطباء، وكأن انفعالاته تصدر من شخصين مختلفين، علشان كانوا بيتفاجئوا انه مره سديد الرأي ومره كأنه مغبول ومش فاهم بيعمل ايه، مره لين ومره عنيد واحيانا رقيق وعنيف. بعض الأطباء ذكروا أنه عنده فرط في نشاط الغدة الدرقية المسؤولة عن تقلب مزاجه مثل النساء. نشرت مجلة لانست الطبية بحثاً عن الهستيريا النفسية، عدت فيها الكاتب عوارضها وعلامات هذه العوارض في نفس هتلر وأعماله، فقال إن المريض المصاب بالهستيريا ذكي متعدد الأفكار، وإن كان لا يتعمق في واحدة منها، مولع بالأسرار، لبق في الدخول لعقول الناس ودواخل الأهواء.
وإنه مستعد بالفطرة للتغاضي عما لا يوافقه ولا يرضي نفسه، وإنه ما عندوش حدود في حبه وبغضه، متقلب في أطواره وميوله، تدور خواطره كلها على محور واحد هو نفسه، وكل حاجة بيشمئز منها ويحبها، بيحب الثناء ويظهر عليه الغرور، كل اللي شغله إزاي يلفت الأنظار ويجذب الأفكار. أما الطبيب اللي امتحن هتلر في السجن وهو الدكتور برينشتينر، نفى عنه المرض العقلي وبوادر الجنون، وقال إن النظر في حالته النفسية وطريقة سلوكه أظهر لنا أنه لم يصب بضرر من جراء نشأته وتعليمه وحياته الأولى، وأن الانقلاب الذي حاوله في 8 من شهر نوفمبر عام 1923، وطالما قيل إنه حماقة وجنون قد يسهل رده إلى اختلال العقل واضطراب ميزان التفكير، ولكنك إذا سمعت من هتلر نفسه بواعث الانقلاب وتعليلاته انتهيت إلى الجزم بأنه كان مالكا زمام رأيه أثناء تلك الحركة من بدايتها إلى انتهائها، وأنه لا محل فيها لاختلال التفكير مع احتمال النقص والخطأ في الباعث والتعليل. وعلى خلاف الرأي ده، الدكتور ماكس فون جروبر الأستاذ في جامعة ميونخ، فإنه بيقول إن تعبير وجهه لا يدل على رجل يملك زمام شعوره، بل فيه دلالة على اضطراب واهتياج. في الحقيقة حياته كانت غريبة، ودي نتيجة محنة الفقر والتشرد في الشباب الباكر، قطعت ما بينه وبين الناس من رحم ومحبة، وعودته سوء الظن وضعف الثقة بالمودة والوفاء، فأصبح غير صالح لمبادلة الناس عطفا بعطف وإخاء بإخاء، وانحصرت علاقاته ببني الإنسان في صورة الجماهير والجماعات، فإما أن يحيا في الحركات السياسية التي تقوم على الجماهير والجماعات، وإلا تبقى دي مش حياة، وإما إنه يزهق في طلب الحركة السياسية، وإلا فما عندوش في بيئته الفردية مجال للعطف والشعور. ومع ذلك أغلب المتخصصين رجعوا كل تناقضات شخصيته إلى الوراثة من والديه، ومن جهة والده خاصة، لأنه كان راجل مزواج، تموت له الزوجة فلا تنقضي إلا 3 شهور وينساها ويتجوز غيرها، وكانت أم هتلر تالت زوجاته، اتجوزها وهي في سن 17 سنة وهو في سن 40، وولدت هتلر وهي عندها 29 سنة وهو 52، ومات بضربة فالج، وقيل إنه مات وهو يتعاطى الخمر في حانة. ونتيجة النشأة دي كان دايما هتلر يتحاشى الكلام عن أسرته ووالده، وكلامه عن والدته كان قليل جدا. والجدير بالذكر أيضا إن صداقاته كانت شبه معدومة، ما كانش بيكون صداقات لدرجة إنه مضى عليه في الحرب العظمى 4 سنوات ما كتبش رسالة واحدة ولا جات له أي رسالة، ولاحظ زملائه إنه كان بيراقب توزيع الرسائل والهدايا بشيء من الغيرة والحقد، فكان ده دافع يخليه يعتذر لهم وما يأكلش معاهم، وده مش من باب العزة والكرامة، لكن في الحقيقة لا كرامة ولا عزة كانت عنده، لأنه ما كانش بيستحي إنه يطلب الأكل بشيء من التسول في شبابه بعد موت أمه. وكانت علاقاته بالنساء ولا تزال محفوفة بالغرابة والغموض، وده كمان اللي أثر جدا في شخصيته وتكوينه النفسي. تزوج ولم يعاشر معاشرة الأزواج زي ما قلنا في بداية الكلام، وتقال كمان إنه لا يزيد عن لمس زنود النساء والجلوس معهم فقط، وإنه لا يتعلق بعاطفة من باب الألفة والمحبة. والحادث الوحيد المذكور في ترجمته من قبيل المحبة الغرامية قد يزيد الغرابة والغموض أكتر وأكتر، وده كان في حادث انتحار الآنسة جريت روبال بنت أخته اللي كانت بتعيش معاه في مسكنه. إزاي كانت العلاقة بينهم؟ فشغف الرجل ببنت أخته وانتهى الشغف ده بالانتحار. ده كمان البعض قال إنه كان على علاقة محرمة معها، بالرغم من تأكيد فكرة ضعف قدرته الجنسية مع النساء عموما. واللي نقدر نفهمه من كل الأحوال دي إنها أحوال رجل زائغ النفس والطبيعة، جاف العاطفة، منقطع الصلة الشخصية بين وبين أبناء جنسه، مستعد للبغضاء وليس بمستعد للمودة والوفاء. ودليل على كده رسالة هتلر لواحد من أصدقائه اسمه روهم في ذكرى الثورة النازية الأولى، خطاب بيقول فيه: يهز نفسي في هذه الذكرى الأولى يا عزيزي إرنست روهم أن أشكر لك خدماتك التي لا تفنى للحركة الوطنية الاشتراكية والأمة الجرمانية جمعاء، وأن أؤكد لك مبلغ حمدي للعناية الإلهية التي أتاحت لي أن أدعو رجلا مثلك صديقي وزميلي. وبعد أشهر قليلة قتل هتلر الصديق والزميل، ومئات من رجاله شر قتله. وما اكتفاش بكده،
ده كمان طلع عليه سمعة سيئة جدا تدينه بكل رذيلة من الرذائل اللي كان بيعملها ويعتذر عنها بين أصحابه، وما منعوش أنه يفخر بالصداقة والزمالة للعزيز إرنست روهم. ولم يتقدم هتلر بوثيقة واحدة اتكتب فيها المجزرة اللي عملها بين يوم وليلة في أصدقائه بدون رحمة ولا شفقة. وكان هتلر يقول عن القائد فون بولمرك إن هو الصديق الذي لو تركني لقذفت بنفسي من النافذة. ثم ترك هو فون بولمرك لسبب يدعو إلى التساؤل الكثير، وهو إنه تزوج من فتاة قيل عنها إنها سهلة الأخلاق تعمل في خدمة هيملر رئيس الجواسيس المشهور. وموضع التساؤل الكتير ده هو إن هتلر وجوربرج حضروا الزفاف، بل كانوا الشاهدين الوحيدين على عقد الزواج. يا ترى كان هيلمر يعلم بحقيقة الفتاة ولا يخبر رئيسه قبل الزفاف، وهو الرجل الذي يتتبع خطواته ويتأثر بحركاته في ذهابه وإيابه؟ وهل يغتفر هتلر هذه الزلة لرئيس الجواسيس ولا يغتفرها للزوج المخدوع؟ وهل كان القضاء على مستقبل بولمرج هو حل المسألة الوحيد؟ أيا كان ذنب روهم وبولمرج وعشرات الأصدقاء اللي انقلب عليهم هتلر مثل هذا الانقلاب، فالرجل ده ضرب لنا أمثلة على هوان الصداقة عنده، ومفيش مثل واحد على صداقة واحدة بينه وبين إنسان من الناس غير صداقة المتآمرين المشتركين في مكيدة واحدة. من الآخر، الراجل ده حير العالم والأطباء في تفسير جوانبه النفسية والاجتماعية، لأن علاقته السيئة بالبشر كانت متناقضة تماماً مع حبه للكلاب والعصافير والأطفال. تخيل حضرتك الشخصية دي بتحب الكائنات الرقيقة دي، ومع ذلك لم تحمل في شخصيتها أي نبل أو أخلاق، لأن مش معنى أنه بيحب العصافير أنه رقيق القلب. فالشواهد بتقول أنه كان حابسهم لأن الرحمة في قلبه معدومة، وحتى الكلاب كانت كلاب حراسة من كتر ما بيحب نفسه. وصورة أمه اللي دايما بياخدها معاه في أي حتة بتفكره بالتدليل وتعطف أي حاجة كان عايزها، يعني برضو من باب حبه لنفسه. خلينا نتساءل بعض الأسئلة اللي تكشف لنا قد إيه الشخص ده كان مضطرب نفسيا وسيكوباتي بالدرجة الأولى، ونقول لو كان الغالب فيه طبع اللين، ففين العدو اللي عفى عنه هتلر؟ وفين الصديق اللي يدخر له بقية من الخير؟ وفين الأمة اللي غلبها فأظهر لها دخيلة من دخائن نفسه غير القسوة والغطرسة والتنكيل؟ وفين الشاهد الواحد اللي يأكد لنا أنه يقسو مضطرا ولا يبحث عن القسوة في أي فرصة أتيحت له للذته ومتعته اللي بيجري لها علشان يشوف نفسه؟ في الحقيقة شخصية هتلر محتاجة حلقات كتير، وبرضو مش هنقدر نوصل لتصنيف له ولا وصف لذاته غير السوية المضطربة كليا وجزئيا. مفيش موقف من مواقف حياته إلا وأظهر مدى انقسامه واعتلاله بمرض نفسي، وحتى لو اختلف على كده كل أطباء العالم. وبكده تكون خلصت حلقتنا، هستنى رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تقولولنا عاوزين مواضيع إيه نعرضها في القناة، وتشوفوا المواضيع اللي فاتت واللي جاية، وتعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. سلام.